بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا البلاطو الخاص الذي نحاول فيه أن نتحدث بشيء بالإسهاب عن حياة فقيد الأمة، فقيد الوطن، فقيد الواجب الوطني الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي فاضت روحه الطاهرة اليوم صباح اليوم بالجزائر العاصمة على إثر سكتة قلبية. إذن كل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية والدولية تابعت هذا النبأ، هذه الفاجعة التي ألمت بالشعب الجزائري في ظروف خاصة جدا. إذن الفريق أحمد قايد صالح في عنوان كبير في ذمة الله. مشاهدينا الكرام، في هذا البلاطو سنحاول مع ضيوفي الأكارم أن نستعرض حياة الرجل التاريخية، حياة الرجل العسكرية، وحياة الرجل وهو يصنع لهذا الوطن مجدا آخر. كلل بانتخاب رئيس جمهورية من خلال مرافقته للحراك، مرافقته للسلمية التي تعهد بها في أول خطاب له أو في خطاب له أن لا تراق قطرة دم واحد. الرجل فاضت روحه الطاهرة إلى الرفيق الأعلى وتبقى المآثر والذكرى. إذا مات منا سيد قام سيد قائل لما قال الكرام فعول. مشاهدي الكرام، دعوني أن أرحب في هذا البلاطو الخاص جدا بضيوفي. أبدأ على اليمين بالسيد الأستاذ جمال شرفي حلل السياسي، مرحبا بك سيد. مرحبا بكم، عظم الله أجركم وعظم أجر كل الجزائريين وأجر عزاؤنا كبير في فقدان الفريق قايد صالح، أولا الأب والمجاهد والقائد القوات المسلحة. حقيقة قد لا نجد الكلمات، ونحن أيضا نتلقى هذا الخبر وهذه الفاجعة، لا نقول إن الله وإن إليه راجعون. كذلك الترحاب موصول الأستاذ حسن زغيدي الباحث في الحركة الوطنية، مرحبا بك سيدي. أولاً عزاؤنا كبير ومصابنا جلل. الجزائر اليوم تفقد حلقة الوصل البشرية ما بين أحد رجالات ثورة التحرير وصانعي مجد التغيير. فالرجل القائد الصالح وهو اسم على مسمى برهن طوال حياته على أن يكون لهذا الاسم معنى ودلالة، حتى آمن به الصغار قبل الكبار. وفعلا في هذه الأيام القليلة بعد تنصيب رئيس الجمهورية أدى الأمانة كاملة غير منقوصة، وودعنا توديع الأبطال الأفذاذ ليلتحق بإخوانه من الشهداء الذين دفنهم بيديه في ثورة التحرير. شكرا أستاذنا. كذلك الترحاب موصول للأستاذ عبد الرحمن تومي، مرحبا سيد. شكرا عزائي في هذا اليوم الجلل، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. نفوض أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، نحسب هذا الرجل أنه من الصادقين الذين يحق في قوله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أعتقد بأن هذا الرجل كان صادقا وفعلا كان قائدا واسم على مسمى، فنعم الخاتمة لمثل هؤلاء الناس العظام الكبار. فقد استطاع أن يضع فينا كلمة وفكرة لا تزول بزوال الرجال. فمرة أخرى عزاؤنا إلى أن نقول ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يسكنه فسيح جنانه وأن يلحقنا به على حسن الخاتمة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، في هذا العزاء بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية نعى فيها وفاة القائد رئيس أركان الجيش الوطني نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح. في البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية يقول الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه توفى صباح هذا اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 على الساعة 6 صباحا الفريق أحمد قايد صالح بسكتة قلبية ألمت به في بيته، ونقل على إثرها إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة. رئيس الجمهورية تحدث عن مناقب وخصال الرجل، فقال أنه لم ينقطع عمله الوطني منذ التحاقه في سن مبكرة بصفوف جيش التحرير الوطني الذي ترعرع في أحضانه وتشرب منه جنديا فضابطا فقائدا مجاهدا عقيدة للوفاء والوطني والشعب. فيضيف كذلك بيان رئاسة الجمهورية أو بيان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فالتاريخ سيكتب هذه المآثر الجليلة بأحرف من ذهب على صفحة مشرقة وضاءة من حياة فقيد الوطن الفريق أحمد قايد صالح. تولاه المولى عز وجل بشآبيب رحمته في زمرة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعلن حدادا وطنيا لثلاثة أيام. كذلك على إثر وفاة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح تم تعيين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة. إذن هذه الأخبار التي تتوالى منذ إعلان فاجعة وفاة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح. شهد الكرام، في هذا البلاطو الخاص نحاول أن نتحدث عن هذه الفاجعة من تداعيات كما أسلفنا. أبدأ مع الأستاذ جمال شرفي. الوفاة قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى، لا مفر من قضائه وقدره. اليوم الجزائر ربما لا نقول لأنه كل شيء بقدر كما قلنا، ولكن وفاته جاءت مباشرة بعد أن كان لنا رئيس جمهورية، كان هذا يعني تفادينا ذلك الفراغ اللي كان في رئاسة الجمهورية. كيف تقرأ هذه المقاربة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول بأنه قراءتنا إلى أولا قبل أن نقرأ هذه المقاربة، نقول بأنه الشخصية التي صنعت الجدل في أو صنعت أيضا الحدث السياسي أيضا منذ أن بدأ الحراك، أيضا قبل حتى أن يبدأ الحراك منذ تقريبا 4-5 سنوات منذ مرض الرئيس المتنحي والمستقيل عبد العزيز بوتفليقة، كل الناس عرفت شخصية نوعا ما وعرفت كاريزمته وعرفت نوعا ما شكلا ومضمونا للفريق القايد صالح عن طريق تنقلاته العديدة جدا لمختلف المناطق العسكرية. كان يطل علينا يعني دائما تقريبا، وازدادت تلك الطلات أو تلك الزيارات غزارة خصوصا بعد الحراك أو بعد استقالة الرئيس وانضمامه أيضا إلى الحراك وإنصافه، وكان ذلك العنصر الداعم جيشا مؤسسة على رأسه القايد صالح الذي أيضا اختار أن ينضم إلى صفوف المنتهضين في الحراك وأنصفهم، وكانت تلك السلمية التي واكبها على مدار تقريبا أكثر من 43 أسبوع إلى حين تنصيب وانتخاب رئيسا شرعيا للبلاد. أقول بأنه لأول مرة في تاريخ العسكرية الجزائرية يعني تقريبا منذ سنة 63 ومنذ الاستقلال يعني يكون قائدا، ممكن الظرف أيضا أبرزه، حتى مرور الجزائر بالعشرية السوداء لم يكن هناك قائدا بارزا بحجم الفريق القايد صالح، لأنه الظرف السياسي والأقدار جعلت منه. اسمحني فقط تلك الشخصية، لأن صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه. مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء يرفع على مسامعكم آذان صلاة الظهر، فلننصت للأذان. حان الآن موعد صلاة الظهر بتوقيت الجزائر العاصمة وما جاورها. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والتواب. مشاهدينا الكرام عودة إلى البلاطو في هذا اليوم الخاص لنتابع فيه الحياة العسكرية والشخصية والظروف التي عاشها الفقيد أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. قبل أن أعود إلى ضيفي لاستكمال الحديث حول الظروف التي صنعت الرجل أو الرجل الذي استغل الظروف أو صنع الظروف قل كما شئت نتابع ربما إذا كان جاهز هناك تقرير نتابع إذن هذا الفتيار ثم نعود للنقاش. مشاهدينا الكرام كان هذا الانفوغرافيا الخاصة بحياة الفقيد أحمد قايد صالح والتي برزت من خلالها حياة الرجل العسكرية وكذلك الرتب التي تقلدها إلى غاية أن رقي فريقا في سنة 2004 وأصبح نائب لوزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. ما يشهد للرجل بأنه كان مرافقا للسلمية، من منا ينسى ذلك الكلام الذي تحدث فيه على أنه تعهد مع قادة النواحي ألا تسيل قطرة دم واحد. إذن الرجال يصنعون المجد لهذا الوطن على مر التاريخ. شاهدنا الكرام ليس غريبا أن تكون عظيما في هذا الوطن، الغرابة ألا تكون. مشاهدينا الكرام نحن معكم في هذا البلاطو، ربما إذا كان هناك بعض كذلك التقارير المصورة التي
أعدها بعض الزملاء، ولكن قبل أن نوفيكم بهذه التقارير التي يدأب عليها رؤساء التحرير في مختلف الأقسام وكذلك الصحفيين والتقنيين لنكون في مستوى على الأقل نحاول أن نعطي للرجل جزءا ولو بسيطا مما قدمه لهذا الوطن. أستاذ جمال شرفي، كنت تتحدث عن ظروف التي جاء فيها الفريق، ربما أقول بطبيعة الحال وأنا أستكمل فيما قلت وفيما تفضلت أيضا بذكره الآن، لأنه ممكن هو الآن أيضا بغض النظر على رتبته كفريق والتي تقلدها أيضا منذ سنة 2004 إلى يومين هذا وأكثر من 15 سنة، وأيضا من القلائل الآن القادات في الجيش الوطني الشعبي ربي يرحمه اللي كان سليلا أو من قادة أو ممن شاركوا في الثورة التحريرية، يعني هو امتداد لذلك ذلك الجيش الوطني الشعبي سليل جيش ثورة التحريرية، وكان حلقة الوصل بين الجيل القديم والجيل الجديد، يعني تلك اللحمة اللي اعطاته حتى داخل الجيش لا يعرف باسم الفريق أكثر مما يعرف باسم القائد. القائد وكأنه أبنى روحيا للجيش الوطني الشعبي كل دول، يعني لا يعني كلمة لها وجدانية لدى الجندي البسيط، خصوصا بعد ما إعادة هيكلة الجيش الوطني الشعبي نحو الاحترافية، إعادة فتح مدارس أشبال الثورة من كل الأطوار، يعني حتى الثورة أشبال الأمة فيما سبق كانت أشبال الثورة أشبال الأمة، هذا الأمر اللي أيضا أحيا تلك الاحترافية، خلق نوعا ما ذلك التواصل يعني من الجيل الصغير إلى الجيل الكبير. هذا الأمر جعل أنه المؤسسة العسكرية ذاتنا الاحترافية التي يشهد لها إبانه أيضا إبان قيادته لقيادة الأركان، كل الجيوش وصنفت أيضا من أحسن الجيوش سواء كانت إفريقيا عربيا أيضا على مستوى العالم، وتم تصنيفها في المرتبة 19 أيضا، هذا أيضا دلالة على أنه كان هناك مجهودات كبيرة جدا وكان وعلى رأسها، وهذا يجب أن يذكر من 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 محاسن هذا الرجل. أيضا نأيه عن كل المناصب المسؤولية، لأنه في وقت من الأوقات أيضا تم التشكيك في بداية الحراك بأنه لعلنا على سيناريو مثل سيناريو السيسي، أيضا سيسي مصر، يعني المؤسسة العسكرية ستستحوذ على الحكم السياسي، لكن نأى بنفسه، وكانت هناك الكثير من المراسيم التي أيضا حيدت المؤسسة العسكرية وتركت الساسة وقال أيضا وتعهد بتسليم الحكم إلى رئيس مدنيا، وهو حقيقة ما حصل، يعني إثراء انتخابات 12 ديسمبر. أيضا المشهد الذي لم يتوقعه الكثيرون، لأنه كان الكثير من المشككين، لكن لننصف الرجل بأنه حقيقة حقق الكثير، هي إرضاء الكل غاية لا تدرك، ولكن حقيقة وصل الجزائر ولم تراق قطرة دم واحدة على إثر كل ما يسمى في العالم العربي، ما لا يدرك كله لا يترك وجوده، بطبيعة الحال هذه قاعدة معروفة بطبيعة الحال، وأنت تعلم بأنه ما مرت به الأوطان العربية من تفرقة وتقسيم وتقسيم ولحد الآن حروبا باسم ما يسمونهم بربيعهم العربي، لكن الجزائر نأت بنفسها من ذلك المستنقع، تطورات إقليمية، وهذا يعني راجع أيضا إلى حنكة من الجيش لأنه لم يرد التصادم والاصطدام، برغم أنه حتى في بعض الأحيان كانت هناك نوعا ما مشاحنات وتشنجات. أستاذ جمال، سنعود إلى كل هذه البصمات التي وضعها الرجل على الجانب العسكري أو ربما في التقريب بين وجهات النظر في مختلف الأوضاع ربما حتى السياسية، هو لم يكن رجل سياسي ولكن حاول أن يضع بعض المعالم لبناء وطن جديد. سيد أستاذ زغيدي، وأنت الباحث في الحركة التاريخية، قرأت وتبعت وشاركت يعني حتى في مراحل مهمة من تاريخ الجزائر، هذا الرجل الفريق أحمد قايد صالح أين تضعه من الرجال الذين عرفتهم الجزائر إلى القادة من خلال السياسيين؟ هذا عمر تاع دولة، يعني 1830 والناس تحارب مقاومة وجيش شعبي وطني ومشينا إلى ثورة تحريرية، يعني كل مرة يخلق لنا قائد، يخلق لنا زعيم، يخلق لنا شخصية وطنية. بالنسبة للفريق أحمد قايد صالح، أين تضعه بين هؤلاء الرجال كلهم؟ ولن بسم الله الرحمن الرحيم، حينما نريد أن نضع الرجل في سياقه التاريخي، الرجل لا تسعه إلا أن يكون زعيما قائدا عظيما على أشكال القادة الكبار الذين قادوا المقاومة الوطنية وقادوا الثورة التحريرية، هذا بالنسبة له وطنيا، فهو لا يختلف، لأن إذا كان قادة الثورة قادوا الثورة في ولايات محددة
كل منهم كان قائد في ولاية معينة من ولايات الثورة الست. فالرجل قاد الوطن كله، قاد الوطن كله. وبالتالي فإن المؤشرات تكوين شخصية هذا الرجل القائد بدأت مع يعني بزوغه في سن الحياة. هو ولد في منطقة وهي منطقة عين يقوت في باتنا، يعني مركز الولاية الأولى ولاية الأوراس، وعايش كل يعني في سنه مراحل الحركة الوطنية وأبجديات الاستقلال والثورة. ولما اندلعت الثورة أيضا في سنة 54 كان في سن بكم العصر يؤهله أن يهضم هذه المصطلحات ويعيش مع المجاهدين عن بعد وعن قرب. ثم ما لبث أن بلغ سن 17 سنة فحمل السلاح سنة 57 والتحق بالثورة، وفي سرعة البرق أصبح قائدا لكتيبة في ثورة التحرير الوطني. وهذا ليس بالشيء السهل وبالشيء البسيط، وإنما يتطلب حنكة عسكرية وروح وطنية، وأيضا يتطلب مسألة الإقناع لأنه كقائد. ولهذا نجد أن الرجل بعد الاستقلال مباشرة استمر في الجيش الوطني الشعبي بعد أن تحول من جيش التحرير إلى الجيش الوطني الشعبي، وأصبح من قادته، وانتقل عبر الوحدات القتالية في سلاح المدفعية من أقصى الجنوب الجزائري متدرجا في المسؤوليات، يعني إلى غاية يعني أن وصل إلى القيادة على مستوى القوات البرية. ولذلك فإن مثل هذه الشخصية التي صنعت هذا المسار التاريخي التكويني، كذلك الإنجازات التي قام بها الفريق أحمد قايد صالح، لم يشهد التاريخ العسكري في الجزائر المستقلة ذلك التطور في المنشآت وفي المكننة العسكرية وفي الآليات العسكرية، وكذلك في نوعية الضابط وفي نوعية الجندي العسكري. فأدخل المدارس العليا لجيش التحرير الوطني، العفو، للجيش الوطني الشعبي، فأصبحت مدارس متعددة حسب تعدد تخصصات الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى أنه أدخل نظام الـLMD لكن بصيغته العالمية وليست بصيغته التي عندنا في الجامعة. كذلك أيضا أدخل اللغات الحية في الجيش لتأهيل الضابط في الجيش الوطني الشعبي. كذلك أيضا طور المدرسة الحربية التي كان يعد العسكري الجزائري أو الضابط الجزائري في الخارج ليتكون فيها، فأصبحت متواجدة في الجزائر. كذلك مدرسة القيادة والأركان التي أصبحت هي تعد القادة الأركان للجيش الوطني الشعبي. إذن حينما نعدد منجزات هذا الرجل نجد أنها منجزات عظيمة، وانتقل بالجيش إلى جيش احترافي. سألتك أستاذ صغير ولذلك عن تاريخ يعني عن الأبطال، أين تضع من أول الأبطال الجزائريين؟ لحظة، أنا لماذا تدرجت هذا؟ لأن الرجل صنع تاريخ ثورة وصنع تاريخ في الحاضر، ولهذا قلت أضعه ضمن القادة الكبار، يعني ضمن القادة الكبار في مصاف مصطفى بولعيد، في مصاف زيغود يوسف، في مصاف ديدوش مراد، في هذا المصاف العظيم لهؤلاء القادة. والآن أصبح ضمن القادة العظام التاريخيين في العالم، أصبح ضمن القادة العظام التاريخيين في العالم، لأنه انتقل من ضابط على وحدة في إبان الثورة ثم بعد الاستقلال إلى قائد جيش وطني شعبي يعتبر من المراتب الأولى في جيوش العالم. كذلك أيضا ما امتاز به من حنكة قيادية في مرافقة حراك دام أكثر من 43 جمعة مرتين في الأسبوع
تفيض شوارع الجزائر به ولم يسجل عليه أي قطرة دم تسيل أو أتلاع. ولهذا سمح لي، فحينما نصنف القائد صالح يجب أن يكون ضمن قادة العالم، ضمن القادة الكبار لجيوش العالم. وصلت الفكرة سيدي الكريم. بعد ما شفنا مع سي جمال الظروف اللي جاء فيها فريق أحمد قايد صالح والمقاربة التاريخية مع سي زغيدي الذي وصفه بأنه في مرتبة يعني القادة العسكريين الطوريين الجزائريين، وهذا لا غرابة في ذلك لأنه امتداد لهذا الرجال الذين ضحوا بالنفس والنفيس. سأعود مع الأستاذ تومي عبد الرحمن، أتحدث كما كنت أتحدث مع جمال على أنه الرجل لم يكن سياسيا، كان عسكريا بحتا يعني منذ التحاقه بجيش الوطني الشعبي، ولكن كان كلماته وكان خطاباته دائما تعطي أمل بأن الجزائر ستخرج من أزمتها، لا مناص من ذلك. اليوم ماذا أعطى هذا الرجل العسكري للسياسيين من درس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أعتقد بداية يجب أن ننصف هذا الرجل، وهو انتقل إلى رحمة الله وبين يدي ربه، لكن نحن البشر علينا أن نقيم الرجال بعيد عن العاطفة، بعيد عن الحسابات الضيقة، نقيم بقدر ما يمليه علينا ضميرنا. أنا أعتقد بأن هذا الرجل هو كان قائدا بحق، ولكن حتى إذا كان مات ليس معناه أن القيادة انتهت. الحمد لله فيه جيل استطاع أن يربي هذا الجيل على يديه، وهذا الجيل خرج منه قادة أيضا يمكن أن يأخذ المشعل وتستمر الحياة في هذا الوطن العزيز. اثنين، هذا الرجل معروف أنه نوفمبري. إذا مات هذا الرجل النوفمبري فإن روح نوفمبر وثقافة نوفمبر وسلوك نوفمبر لم تمت، وهي تبقى خالدة كخلود أفكار العظماء. ثالثا، أعتقد بأن هذا الرجل لا تشبه شائبة، فهو مجاهد منذ لدن بداية الثورة الجزائرية، وإذا مات هذا المجاهد فإن فكرة الجهاد كفكرة وكسلوك وكوفاء لم تمت، وهي موجودة بكياننا وكيان أبنائنا وبناتنا، ونستمر على هذا المشعل. هذا نظن يصدق في حقه، يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر، يبقى النهج لأنه أتى بمنهجية جديدة لم نراها في بلادنا على الأقل منذ 1962 إلى الآن. أريد أن أتحدث في هذه النقطة بشكل نوعا ما تحليلي. أرى بأن النهج الذي نهجه، وقد سبقني الأستاذ الفاضل قبلي، على مستوى القطاع العسكري سواء من حيث الكفاءات البشرية، فقد أستطاع أن يفرز في خلال هذه المدة الوجيزة على الأقل من سنة 2004 إلى الآن، استطاع أن يبرز كفاءات من مختلف الأسلاك من مختلف الرتب العسكرية ذات قيمة اقتصادية وذات قيمة عسكرية يحسب لها ألف حساب. أيضا من حيث التجهيز لاحظنا على الأقل من سنة 2004 إلى حد الآن، يعني حتى أن بعض البلدان بدأت تصنفنا على أننا بلد يخيف الجيران من كثرة أو من شدة أو من استمالة هذا الوطن إلى النزعة، نزعة التسليح العسكري بمختلف القطع وبمختلف الأنواع. أضيف إلى ذلك أن الصناعة التي وضع بصماته عليها الصناعة العسكرية واللي شاهدناها خلال هذا الأسبوع في المعرض، وكانت يعني ذات جودة عالية، وكذلك تعتبر كنواة جديدة ولكن في الاقتصاد الجزائري، وهذا هو الملفت إلى النظر. هذا الرجل استطاع أن يضيف إلى الاقتصاد الوطني قيمة مضافة يمكن أن تكون نموذج للصناعات المختلفة في مختلف القطاعات، وقد تحدثنا في هذا أعتقد البارحة أو قبل البارحة. أضيف إلى ذلك أن هذا الرجل استطاع أن يوفر على ربوع الوطن ما يسمى بمدارس إشبال الثورة، من حيث التحديث شبه الأمة، عفوا، من حيث شبه الأمة، من حيث التحديث
في التجهيزات وكذلك التحديث في المناهج والتحديث في التكوين والأفكار. أنا أظن هذا الرجل حتى إذا فارق الحياة فقد ترك وراءه مئات الآلاف من أبناء هذه الأمة في القطاع العسكري اللي يعني يبقى ويشهدوا له بهذه المآثر وهذه المواقف وهذه الإنجازات. إذن حتى نشرك في النقاش كل الأمور المتعلقة بهذه الفاجعة، وربما نحاول كما قلنا أن نعطي للرجل بعض الإشارات فقط من حياته الزاخرة لخدمة هذا الوطن. سنتابع في هذا التقرير أو الموالي أو في هذا التصريح تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حين تقليده وسام الشرف أو وسام الاستحقاق صدر للفريق أحمد قايد صالح. نتابع هذا التصريح. كما قررت بصفة استثنائية أن أسدي وساما من صف الاستحقاق الوطني بدرجة صدر لسيادة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نظير جهوده الجبارة والدور الكبير الذي طلع به في المرحلة الحساسة لأجل إثبات سمو الدستور وضمان سلامة المواطنين وأمن البلاد ومؤسساتها الجمهورية. والشكر موصول لكل الجيش الوطني الشعبي. شكرا. وعرفان لمسيرته الحافلة بالمآثر، جاهد بإخلاص في ثورة التحرير المباركة، وساهم بصدق وبعد نظر في تحديث جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، وتنويهم بعمله الجبار في صون سيادتنا الترابية ووحدة شعبنا وتأمين وحماية الدولة ومؤسساتها ومرافقته للشعب في انتفاضاته المباركة بسلمية ومسؤولية. لن نعود مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذا البلاطو الخاص أثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني الذي وفاته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 79 من عمره باعتباره أنه مزداد في 13 جانفي 1940. وللإشارة فإن التعازي تتوافد من مختلف الجهات، الشخصيات الوطنية وكذلك المسؤولين في الداخل وبعض المسؤولين خارج الوطن يعزون الجزائر في فقدان قائد الجيش الوطني الشعبي رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني. هذه الفاجعة التي كما قلنا تأتي في ظروف خاصة جدا تشهدها الجزائر نحو انتقال نحو جمهورية جديدة. سيد الكريم، لا أسألك عن السؤال الذي كنت مبرمج أو كان مبرمج وهو ما أعطى للسياسيين من درس بحيث أنه كان عسكريا ولم يكن سياسيا، ولكن الصورة تفرض نفسها. سي جمال، ربما لما شاهدنا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهو يلقي في كلمته خلال إعلانه عن يعني منحه وسام الاستحقاق وسام صدر، الرجل كان يعني يتابع في الخطاب، ولكن أنه
لم يبتسم لما كان يتحدث أنه كان فعلا في ما قدمه الجزائر، ولكن حينما تحدث عن الجيش الوطني الشعبي وقال عبد المجيد تبون أشكر الجيش الوطني الشعبي، شفنا أنه المرحوم فريق أحمد قايد صالح تبسم لهذا الموقف. كيف تقرأ هذه الصورة؟ شوف، أولا كلنا القاصي والداني في الجزائر يعرف بأنه فضل الجيش بعد ربي سبحانه وبعد فضل الله سبحانه وتعالى أنه حفظ الجزائر من الكثير من المخاطر، والجزائر تعيش في بؤرة يعني من تقلبات، سواء من حروب أيضا إقليمية، سواء شرقا غربا. الجزائر هي هذا البلد الكبير الآن، أكبر بلد إفريقي، أكبر بلد عربي، كل حدودنا تعاني حروب ويلات ومشاكل كبيرة جدا. الجيش الوطني الشعبي هو من حافظ يعني على تلك الوحدة الترابية، على سلامة الحدود، هو الذي أمن أيضا ما الحراك في الداخل لمدة تقريب سنة، أكثر من 10 أشهر كانت هناك المسؤولية متعاظمة جدا. شكك المشككون بطبيعة الحال في وقت من الأوقات لأطماع أيضا ممكن سياسية، لكن بعد ذلك اندثرت تلك الشكوك. الآن كل تلك الإنجازات العظيمة زيادة على أنه تحديث الجيش الوطني الشعبي والذهاب به إلى الاحترافية هي أيضا مهمة كانت كبيرة جدا على مدار السنوات. أنا أقول بأنه هذا العمل، الزيارات المكثفة، حتى في وقت من الأوقات تساءل الكثيرون كيف لشخص بهذه السن وهو في 80 سنة يعني لا يستطيع أن يضاهيه شاب، يعني لا يضاهيه شاب يعني بطبيعة الحال، يعني الإنسان عبارة ولنفسك عليك حق، لكن كانت مصلحة وطنية وهي تفقد كل الوحدات خصوصا على الحدود في أقصى أصقاع وبقاع هذه الجزائر في كل النواحي العسكرية، كانت نقطة ملفتة للانتباه وأثارت الكثير يعني من الحديث لدى الخاصة والعامة الذين يعرفون الجيش والذين لا يعرفونه أيضا. كيف لماذا كل هذا التشديد، وهو أيضا في إطار بناء لحمة الجيش الوطني الشعبي من خلال هذا التحديث الجديد لأقسم، وهو أيضا خلال استقالة وإقالة الرئيس المتنحي، بأنه الجيش الوطني الشعبي كمؤسسة سيحافظ على الجزائر، سيحافظ أيضا على ما سماه هو ذلك الوقت على الشرعية، وسيكون هناك انتقالا ديمقراطيا ولا يكون ذلك انتقال بالتعيين، وهذا ما تحقق يعني، وهو وأوفى بوعده. الكل تابع والكل واكب تلك التصريحات، حتى في وقت من الأوقات اللي قالوا الآن هو يطل علينا كل أسبوع مرة أو مرتين، لكن كان للحرب الإعلامية، لأنه كانت هناك أيضا حرب إعلامية مضادة أيضا تشنها أيضا كل وسائل الإعلام في الخارج أيضا من أجل الإطاحة، وكأنه أراد يصور بأنه الجيش يحضر إلى انقلاب، لكن في آخر المطاف كان نقرأ عكس ذلك يعني. وكل تلك الفرضيات ربما خلينا نقرأ هذه الصورة، لأنه ربما هو شاف كل النواحي، النواحي الست زارهم يعني في هذه المدة، لا يزورناها مرتين يعني في أقل من شهر، وربما كانت زيارة مودع لأنه لا يعرف الأجل تاعه، ولكن عطى الرسالة لكل قادة النواحي. في هذه النقطة برك خليني كمل الجملة، لأنه شاءت الأقدار، وكأنه إنسان كتب كتابا وهو يختم الخاتمة، كما قالوا على الله ما أقول شهيد، يعني تشاء الأقدار بأنه تنتهي الانتخابات وتسلم وتسلم الجزائر رئيسها الثامن، بعد ذلك بأقل من أسبوع تقريبا يودع هذا الشخص المجاهد. أقول بأنه هي رسالة ضمنية أيضا بأنه لم تكن هناك أطماعا إلا أن يطمئن الجزائر، ورسالة القدر أكبر الرسائل سيدي الكريم. حتى نشرك في النقاش ونخلي النقاش يعني ثري، وحتى المشاهد الكريم يستفيد من كل هذه المعلومات اللي عندها السادة الكرام، اللي عندكم أساتذة الكرام. نجي إلى الأستاذ حسن زغيدي، اليوم وفاة الفريق أحمد قايد صالح هي قبيل ذكرى وفاة الرئيس هواري بومدين في 78 في 28 ديسمبر. كيف تقرأ يعني حياة الرجلين، لأنه كل واحد أعطى بصمة للجزائر، وأنا نحب نسمع منك المقاربة دائما تاريخية سي زغيدي. ولن رحم الله الرجلين العظيمين. حقيقة أن العقيد هواري بومدين قائد أركان، والفريق أحمد قايد صالح قائد أركان. العقيد هواري بومدين كان وزير الدفاع، وأحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع. العقيد هواري بومدين استلم الحكم
استلم الحكم بعد الإطاحة بالرئيس أحمد بن بلة. الفريق أحمد قايد صالح بعد خلع الرئيس لم يستلم الحكم وبقي عسكريا محافظا على المؤسسة العسكرية. لكن الظرف في 65 كان يتطلب أن يكون العقيد هواري بومدين على رأس الدولة، وفعلا العقيد بومدين قام بإصلاحات في هذا الوطن مكنت الجزائر في ظرف 13 عام أن تخطو خطوات عملاقة في مجال بناء المؤسسات وتجذير الدولة الجزائرية، بل تجاوزت ذلك إلى أن أصبحت قطب عالمي يحسب له حسابات. كذلك أيضا طور المنظومة الفكرية الجزائرية بفتح الجامعة على مصراعيها وكل التخصصات إلى أبناء الشعب الجزائري. كذلك أيضا قام بمنشآت بما يتعلق بالبنية التحتية للدولة الجزائرية بما يعرف بالثورات، ثورة الاشتراكية الزراعية، ثورة صناعية، ثورة ثقافية إلى غير ذلك. نجح في الكثير منها. لكن نرجع إلى الفريق أحمد قايد صالح. الفريق أحمد قايد صالح أصبح على رأس الجيش الوطني الشعبي منذ 2004 حينما رقي إلى رتبة فريق، وأيضا أصبح قائد للأركان بعد أن كان قائدا للقوات البرية. الفريق أحمد قايد صالح بما يتعلق بدائرته العسكرية نستطيع أن نقول أنه بنى المجد العسكري للدولة الجزائرية. كذلك أيضا نجد أن الفريق أحمد قايد صالح في إطار دائرته العسكرية استطاع أن يستخرج نواة صلبة متينة، بحيث أن فراقه للحياة وكأنه حسب هذا الحساب لا يمكن أن تتزعزع به المؤسسة العسكرية، لأنه استطاع أن يضع على رأس هذه المؤسسة قادة. هؤلاء القادة لهم الكفاءة الجامعية، لهم القدرة العسكرية، وضع مؤسسة لا تزول بزوال الرجال، لا تزول. وفعلا المقولة التي قالها المرحوم بومدين، يعني نبني دولة لا تزول بزوال الرجال والمؤسسات، وإنما هو استطاع أن يبني مؤسسة عسكرية لا تزول بزوال الرجال والمؤسسات. وصلت الفكرة سيد الكريم، حتى نشرك النقاش الكل في النقاش. نشوف الأستاذ تومي، لأنه ما زال وقت طويل، يعني سنتحدث بكل تفاصيل عن الفريق أحمد قايد صالح. سي عبد الرحمن تومي، قائد الأركان كان يتعامل على خطوط تماس بالمصطلح العسكري، خطوط تماس مع السياسيين، ورغم الضربات كما قال جمال وهذيك يعني السهام اللي كانت تطالو، إلا أنه خط التماس لم يتعداه وبقي وفيا لموقف الجيش وعقيدة الجيش العسكرية، وأنه لا دخل للعسكر في السياسة. كيف استطاع أن يحافظ على هذا الخط؟ نعم، بكل بساطة هذا الرجل صدق فصدقه الله. يعني شو سبحان الله، هذه المرحلة هذه البسيطة، يعني في الفترة الأخيرة هذه من حياته وظهوره يعني في الإعلام وبروزه كقائد عسكري، تلاحظ معنا كلنا متتبعون داخل الوطن وخارج الوطن الضغوطات التي كانت تمارس عليه يوميا، بالأكثر من ذلك النعوت بمختلف الوسائط الإعلامية داخل الوطن وخارج الوطن، حتى أنه يعني كتب عنه الكثير وقيل عنه الكثير بأنه السيسي الثاني في الجزائر. ولكن كل المقولات التي أتوا بها المرجفون في المدينة تحطمت على أسوار الحقائق والحياة اللي تمر بها الدولة الجزائرية. لذلك أعتقد بأنه كان رجلا عسكريا بامتياز، وكان رجلا سياسيا بامتياز، حتى وإن كان بيمارس السياسة دستوريا، ولكن أثبت للسياسيين داخل الوطن
وأثبت للعالم خارج الوطن بأنه لا يتعدى حدود الدستور الذي رسمه. وبذلك كثير من الناس اللي تكلموا في هذا الإطار على المادة 7 والمادة 8 وغيرها من المواد الواردة في الدستور، ومع أنها ومع هذا بقي محافظا وبقي شامخا كالجبل. أنا أردت أن أقول بعض النقاط اللي حبيت أن نتكلم فيها. هو هذا الرجل هذا عايش مثل ما تفضل أخي سابقا جيل الثورة، وعايش الجيل لما بعد الاستقلال، ولكن طلعت سبحان الله ربي سبحانه وتعالى حينما يريد أن يخلد إنسان من الناس يهيئ له الظروف. هذا الرجل هيئت له الظروف وجاء في مرحلة من أدق وأصعب المراحل، وكل غيور على هذا الوطن كان يحط يده على قلبه ويقول يا رب استر على هذه البلاد، لأنه وصلت إلى يعني خلينا نقول وصلت إلى منعرج خطير جدا، والله ما كنا نعتقد باللي يوصل إلى هذا النقطة هذه. وقد كتبت عمودا يعني في بداية الحراك كتبت عمودا وقلت له خصيص أرسلت له قلت له يمكن أن تكون قائدا ويمكن أن تكون صالحا ويمكن أن تكون أحمدا، شرط أن تبقى وفيا لهذا الوطن وأن تبقى وفيا على الطريق. وسبحان الله بقي هذا الرجل وفيا إلى آخر لحظة. وصلت الفكرة سيدي الكريم. نحن في البلاطو نحاول أن نتعرض لكل ما يحوز أو ما يحوز ويحوط بهذه الفاجعة التي ألمت بالوطن بفقدان الفريق أحمد قايد صالح. مشاهدينا الكرام، ونحن في البلاطو نحاول أن نرصد لكم هذه التصريحات التي رصدها لكم زملائنا الصحفيين عبر مختلف ولايات الوطن وكذلك هنا في العاصمة، تصريحات حول هذه الفاجعة حول وفاة الفريق أحمد قايد صالح. نتابع هذه التصريحات ثم نعود. له من أتعس صباحات الجزائر، هذا الصباح الذي تفقد فيه الجزائر أحد أهم رجالاتها، هذا الفذ الذي جاهد شابا وكهلا وشيخا وأفنى عمره خدمة للجزائر وحماية لهذا التراب العزيز. الخبر شكل صدمة كبيرة للشعب الجزائري خاصة ونحن على اعتاب هذه الفرحة التي استمديناها بعد الانتخابات. صباح اليوم نبأ وفاة الفريق القايد صالح، الله نتأسف هذا الأمر هذا اللي جانا والخبر هذا الفاجع اللي جاء لساكنة ولاية الجلفة وسكان الجزائر كل بصفة. والله اليوم تفاجأنا بهذا الخبر، هذا القائد هذا كان قاد الجزائر في وقت صعيب ياسر. حتى اليوم تلقينا خبر وفاة المجاهد الفريق الأحمد قايد صالح، نبأ لم كنا نتوقعه مجرد إشاعة وكنا نتمنى أن يكون إشاعة، لكن إن لله وإنا إليه راجعون، نحتسبه عند الله شهيدا وإن كان شهيد فيطلق عليه لقب شهيد التغيير، لأنه صان الجزائر، صان الأمانة أو أدى الأمانة إلى أهلها، حافظ الجزائر في خاصة في مرحلة التغيير من بداية الحراك إلى غاية يومنا هذا، لم تصل قطرة دم واحدة، لم يسقط فيها أي جثة، ولم نشهد ربيعا دموي بل بالعكس شهدنا ربيعا عربيا خاليا من كل الشوائب في الجزائر. هذا الرجل الذي أعاد الثقة للشعب عز الجزائر بحق. لا أجد كلمات، وكل نفس ذائقة الموت. إنه رجل عظيم، رجل أدى واجبه كما ليس عندي كلمات، وإنما هو رجل عظيم وأسكنه فاسع جناه، وإن شاء الله يكون من أهل الجنة لأنه رجل عظيم ورجل عظيم. وتفاجأنا بهذه الكلمات صباحا، والكلمات لا قاد الجزائر في وقت صعيب ياسر، قادها إلى الاستقرار والأمان حتى انتخاب رئيس جديد وهيئة جديدة. تأسفوا والله على الأقل إن الله وإنا إليه راجعون. تلقينا صباحة اليوم نبأ وفاة المجاهد قائد الأركان ونائب وزير الدفاع سيد قايد صالح بصدمة كبيرة، إلا أننا متفائلون خيرا كونه استرجع الجزائر مرة أخرى
استرجع الجزائر مرة أخرى وجعلها في السكة إن شاء الله. وإن شاء الله هي نتمنى جزائر جديدة إن شاء الله. ربي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. قايد صالح رجل بحق صان الجزائر في مرحلة جد حرجة كانت في الاستعمار ومع بداية عام 2019. لن أقول إلا ما قال الله: إن الله وإنا إليه راجعون. رحم الله فقيد الوطن وشهيد التغيير. تفاجأنا بخبر الموت قايد صالح، وإن الله وإنا إليه راجعون، ومات نقي وخلى بلاصته نقيه وخدم البلاد ووقف مع الشعب الجزائري. كل شيء هو كره هي بلاد راحت الهويه. كانوا مدورين جماعه كانوا يفركتوا بلاد، وقايد صالح وقف لهم، وقف حتى خارج الوطن، حتى لفرنسا وقف لها. تلقينا هذا الخبر وفاه القايد صالح رحمه الله، ان شاء الله هو راح خدم البلاد ووقف معها، وان شاء الله رب العالمين راه مجاهد ان شاء الله في المجاهدين ان شاء الله، نحسبه من المجاهدين ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله يكون واحد في بلاصته اللي يخدم البلاد يقود المسيره هذه ان شاء الله. ويعني قام بخطوات جباره يعني مع الحراك لمده 10 أشهر يعني لم تسل قطره الدم، وهذا يحسب له. إذا نطلب من الله عز وجل أن يجعل مقام المؤمنين والتابعين بإحسان يوم الدين ويرحم ثراه. وقف مع البلاد وبغى مصلحة البلاد وبغى البلاد تكون مليحة، والحمد لله يا ربي، وإن شاء الله تكون إن شاء الله بالدعاء تاع كاع المسلمين، وإن شاء الله بربي تكون هذه البلاد إن شاء الله تكون توجور مليحة إن شاء الله. الله يرحمه ويوسع عليه، هو خدم البلاد، والله يجيب لنا واحد ما مثله، والله ينصر البلاد والله ينصر تبون رحمه الله. هذا ما نقول عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. ما خونا مسكين والله لغاضنا من يدرك، أنا سمعت والله لغاضني وراني نبكي من قلبي عليه، الله يرحمه والله يوسع عليه. سمعنا الخبر هذا تفاجأنا على قايد صالح، الله يرحمه والله يرحم الشهداء، والله يجيب لنا من يخست قلبه. وتحية الجزائر، خدم البلاد وحملنا البلاد العشرية مام العشرية السوداء ومام دروك في الانتخابات هذه الاخر، الحمد لله مات زعيم. الخبر اللي جانا على القايد صالح ما كناش نقارعوا الشيء اللي سمعناه. انا متاسفين في الحق تاع ربي، حنا نبغوه بزاف، وش كاع الشعب الغليزاني كاع يبغيه، وش نقولوا؟ حنا نقولوا الله يرحمه وعائلته، نقولوا لها عدم الله اجره. انا لله وانا اليه راجعون، كل نفس ذائقه الموت. تفاجانا بنبأ وفاه الأب المجاهد القايد صالح، كان صالحا، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. فعلا كان يخاطبنا كأنه أب، يعني هذا انطباعنا، لم نتعامل معه أبدا كمستمعين ومشاهدين على أنه ذا البدلة العسكرية الذي يده من حديد، لكنها كانت من حرير. لا نزكيه على الله، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. قد جنب الجزائر فتنة عظيمة، قد جنب الجزائر بحرا من الدماء. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه حسن الخاتمة له إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. تلقينا الخبر يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، ربي يرحمه ويوسع عليه إن شاء الله. يعني حكم هذه المدة ما شاء الله ما تفلتتش البلاد، والحمد لله يعني كان كلامه كل منطقي واستوعبناه. ربي يرحمه ويوسع عليه ويرحم جميع الشهداء ان شاء الله والمجاهدين في سبيل الله. ربي ان شاء الله يخلفنا ان شاء الله يا ربي انسان صالح ثاني. حقيقه صدمه يعني مازلت ما استوعبتهاش، مصدقه. ربي ان شاء الله يرحمه ويوسع عليه. ان القلب لا يحزن والعين لا تدمع بوصولنا هذا الخبر المؤلم الذي يعني ألم بالشعب الجزائري وبالدولة الجزائرية، وفاة المجاهد القايد صالح، يعني الذي ندعو الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة. يعني والله يا أخي الكريم، يعني الفاجعة هذه يعني ما قدرش نهضر. يعني القايد صالح هذا الأب وهذا المجاهد، يعني في هذا المعترك تاع اللي كان فيه الوطن، يعني ايش راح نقول لك الاخ، ربي يرحمه ان شاء الله وربي يوسع عليه. جيريا ا بيردو ان هوم، ما عندي ما نقول لك فريمون
لو كان ما هو لو كان احنا مستعمرين خلينا لا جوعنا لا تحبينا لا تعرينا وما تخلوش علينا العديه ما شافوش فينا جو فيان دو لا بروندر جو سوي فريمون فريمون ديسو راني فريمون جو فيان دو لا بروندر راني تشوكيت كيما نقولوا تشوكيت في الخبر وربي يرحمه ويوسع عليه وراه خدم خدمه وعين لنا رئيس للدوله هذه ربي يرحمه ويوسع عليه ربي يرحمه ويوسع عليه راه زعيم بطل مجاهد من عندنا البلاد ودخل في التاريخ انسان ربي يرحمه ويوسع عليه بيجعلوه في الجنه ان شاء الله صوفنا البلاد دارنا رئيس ودخل في التاريخ انسان رجل وطني مجاهد ما كانش ما خير منه نستعرفوا بالقايد صالح راه خرجنا من الازمه هذه وربي يرحمه ان شاء الله وربي يوسع عليه ان شاء الله. عودة مشددة مشاهدينا الكرام، كل الأمور ربما يكون فيها النفاق يكون فيها الخداع إلا المشاعر فإنها لا تستطيع أن تؤد ولا تستطيع أن تكون في غير موضعها. إذن هذه الصور وهذه التصريحات تؤكد بصراحة ويقين على أن هؤلاء المواطنين عبروا عن هذه الفاجعة. مشاهدينا الكرام، ربما هذا الفقد في هذا الوطن العزيز لا يضاهي إلا فقد هوارب مدين حين خرجت الجزائر عن بكرة أبيها في سنة 78 يبكو زعيمهم القائد هوارب مدين. ربما التاريخ يعيد نفسه، هؤلاء المواطنون الذين خرجوا عن طواعية يعبرون عن حزنهم الشديد لهذا الشهيد شهيد الوطن الذي خدم الجزائر في فترات متوالية ومتواصلة وفي ظروف صعبة. هؤلاء الذين خرجوا عن بكرة أبيهم كأني بهم يقولون أعيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان للقائد الفدا. مشاهدينا الكرام، نحن معكم في هذا البلاطو نريد أن نوافيكم بكل التفاصيل حول هذا الفقد، الفقد الجلل، فقد القائد أحمد قايد صالح. المعلومات المتوفرة لدينا أن جثمان الفقيد سيوارى الثرى بعد غد الأربعاء بمقبرة العالية بمربع الشهداء. نعيد هذا الخبر، أنه المعلومات المتوفرة لدينا أن جثمان الفقيد أحمد قايد صالح سيوارى الثرى بمقبرة العالية بمربع الشهداء. مشاهدينا الكرام، نعود للبلاطو وينضم إلينا الأستاذ أحمد مزاب الخبير الأمني. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا بك، تحية طيبة. إذن سأعطيك الفرصة للحديث عن هذه الفاجعة التي ألمت بالجزائر من خلال فقدان قائد القوات أو رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. تفضل سيدي. هي الحقيقة، أولا دعني أتوجه بالتعزية الخالصة للشعب الجزائري ولأفراد الجيش الوطني الشعبي ولكل الجزائر لهذا المصاب الجلل لفقدان قامة من القامات والتي سجلت اسمها بالذهب في تاريخ الجزائر، قامة التي يشهد لها الكل بالكفاءة وبالوطنية وبالروح العالية، مجاهد من رعيل ثورة التحرير المباركة، الشخصية التي في كل محطة إلا وأكدت الالتزام بالوفاء برسالة الشهداء وبرسالة نوفمبر وكذلك بالانتماء والاعتزاز لهذا الوطن، الرجل الذي يستنشق هوى الجزائر ويستوعب جيدا قيمة الجزائر بل أكثر من ذلك. الشعب الجزائري عايش معه طيلة 9 أشهر الماضية كيف أدار الأزمة وكيف ساهم كذلك في إنقاذ الجزائر من انحرافات ومن مسارات كان يراد لها أن تدخل إلى النفق المظلم، لكنه قرر وكذلك اتخذ الموقف الذي سيحفظ له في خانة التاريخ وستتداوله الأجيال بأنه ساند إرادة الشعب الجزائري ورافق إرادة الشعب الجزائري وصان الدم الجزائري، لأنه يدرك جيدا بأن الدم الجزائري مقدس وبأن الدم الجزائري عزيز، فبالتالي صان هذه الأمانة وسلم الأمانة وحفظ الوديعة وساهم بكل إرادة أولا في إيصال صوت الوعي
وصوت كذلك الضمير وصوت كذلك الرسالة لكل فرد من أفراد الجيش الوطني الشعبي. في الحقيقة نحن نتحدث على أننا فقدنا قامة التي ساهمت وكان لها الدور في تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي وفي تطوير كذلك الاستراتيجية العسكرية بالنسبة للجيش الوطني الشعبي وجعله من الجيوش التي تصنف في ضمن الأوائل سواء كان على المستوى القارة الإفريقية أو على المستوى المنطقة العربية أو حتى كذلك في التصنيف الدولي. أن اليوم ساعد بقيادات وبإطارات الجيش الوطني الشعبي بأن يكون الجيش الوطني الشعبي مدرسة قدمت الدروس خاصة في التجربة التي خذناها طيلة 9 أشهر الماضية. في الحقيقة من السهل بأن نفي هذا الرجل وهذا القائد حقه من الكلمات وحتى كذلك من تعديل خصاله ومواقفه، لأننا نتحدث على أن الصدمة كانت كبيرة والفاجئة كذلك كبيرة، ولكن في نفس الوقت نحن نقول بأنك رحلت ولكن تركت وراءك جزائر آمنة وجزائر سالمة وجزائر كذلك متماسكة، لأنك ضحيت في مسارك وحتى كذلك طيلة الأشهر الأخيرة من أجل الحفاظ على وحدة الجزائر وعلى تماسك الجزائر. واجهت تلك المخططات التي كانت تسعى إلى ضرب التماسك الاجتماعي، وواجهت تلك المخططات التي كانت تسعى إلى ضرب أركان الدولة، وواجهت تلك المخططات التي كانت تسعى إلى إسقاط المؤسسات، وحافظت على التماسك الاجتماعي وحافظت على تماسك المؤسسات وحافظت على أركان الدولة الوطنية. فنحن نقول إن لله وإنا إليه راجعون. شكرا أستاذ أحمد مزاب. أعود أستاذ جمال، كنت تتحدث سابقا عن الخطابات التي كان يلقيها المرحوم الفريق أحمد قايد صالح عبر مختلف زياراته للنواحي العسكرية، ماذا فادت هذه الخطابات في المجال السياسي؟ ماذا أعطت للسياسيين كخط الطريق للعمل؟ شوف، هي في واحد من الأوقات كانت الكثير، خصوصا لأنه تميز السيد الفريق أو القايد صالح خصوصا ظهر إعلاميا في فترة هي فترة الحراك، فترة الحراك اللي دخل الجيش كما تعلم وانحاز إلى صفوف الجماهير، وكانت تلك القصة أو قصة الأنس بين الشعب والجيش، ومن خلالها أيضا تم القضاء على تلك العصابة واسترداد الجزائر التي نهبت وسرقت أيضا لصالح ثلة معينة. أنا أقول بأنه كان خطابه وإن تم انتقاده فيما سبق وقالوا بأنه القايد يركز بزاف أو يخطب كثيرا في السياسة. تعلم بأنه رئيس الجمهورية، لم نسمع خطاب رئيس الجمهورية منذ سنة 2012 مستقيل، يعني منذ سنة 2012 عند غياب أو مرض الرئيس المستقيل أو المقال. الآن الجيش وكأنه أو حتى الشعب نوعا ما باعتبار أنه رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، الآن كان يجب أن تستخلفه يعني شخص معين وهو نائبه أيضا في وزارة الدفاع، على الأقل في غياب شخصية كاريزماتية وهو يتحلى بذلك، على الأقل لطمأنينة لإعطاء الطمأنينة بأنه ليس لديهم أطماع أيضا سياسوية، ليست لديهم أطماع لكي نكون مثالا لمثال عسكري مصر إذا صح التعبير أو مثال لسيسي ثاني نأى بنفسه. كل مرة تكون هناك مشككون ينأوا يكون هناك مراسيم تنفيذية أو مراسيم يمضيها رئيس الدولة آنذاك، إلى حين حتى حيد المؤسسة العسكرية اللي مدة أكثر من 5 سنوات حتى مستقبلا، وهذا الأمر اللي جعل بأنه كل المشككون في آخر المطاف أيضا جعل أيضا آخر ورقة اللي كانت أيضا مسمار في نعش المشككين، وهو أنه لما قال بأنه لن ينتخب لن تكون هناك صناديق للأسلاك الأمنية، كلهم سينتخب في بيته أو عن طريق الوكالة إلى أهله، يعني حتى من كانوا يشككون بأن المؤسسة العسكرية ستنحاز إلى مرشح ضد مرشح. هذا الأمر كان آخر قراراته قبل العملية الانتخابية التي أكدت بعد ذلك إبان، يعني أثناء العملية الانتخابية التي رافقها مؤمنا أنه التسليم بطبيعة الحال، وكان ذلك أثناء تدريج اليمين. سأؤيد هذا الكلام تاعك من خلال هذه المكالمة، تحدثت على الترشح والمترشحين. معنا عبر الهاتف يشار لي
الأستاذ أو السيد عبد القادر بن قرينة هو المرشح الرئاسي للانتخابات الماضية. سيد عبد القادر بن قرينة مساء الخير. ألو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير أستاذي العزيز. وعليكم السلام سيدي الكريم. إذن ككل الجزائريين يعني استمع أو يعني تابعت هذا الخبر الفاجعة الذي ألم بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي وبالوطن الجزائري ككل، فقدان المرحوم القايد صالح نائب وزير الدفاع. ما تعبيرك في هذه الموقف الجلل؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام، التعزية لكل الجزائريين والجزائريات، لكل النوفمبريين الذين تبنوا الخط النوفمبري والدفاع عن ثوابت الأمة الجزائرية. تعزية لكل جزائري يرفض الهيمنة الأجنبية على الجزائر. تعزية لكل رفقائه في السلاح ورفقائه في أبنائه وإخوانه وتلامذته في المؤسسة العسكرية. رجل من رجالات الجزائر العظام ولا طمع، والرجل قد توفى ولله الحمد على ما قدر ولله الحمد على ما قضى. فالمؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره، وعين السعادة في الرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى. سيكتبه التاريخ بأنه لبى نداء الوطن وهو في ريعان شبابه لاسترجاع سيادة الوطن من المستعمر، ورابط على الثغور مع إخوانه في جزائر الاستقلال للدفاع للمحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية. قدر له الله سبحانه وتعالى أنه حدث وطور وأدخل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في احترافية قل نظيرها. قيده الله سبحانه وتعالى لأيام الحراك، ولا أستبعد أنه كان مطروحا أمامه على طاولة القرار الأحكام العرفية والحالة الاستثنائية وإراقة دماء الجزائريين، وتعهد بأنه لن يريق دم جزائري واحد. فالبندقية هي في وجهي وفي صدر الأعداء لا في ظهر الجزائريين والجزائريات، وقد وفى بعهده سيكتب له التاريخ ذلك. شن حربا ضروس على الهيمنة الاستعمارية والقضاء عليها والدفاع عن ثوابت الأمة، عندما تمكن من مرافقة الحراك بطلب من هذا الحراك، والتحم الشعب الجزائري مع جيفه في ملحمة قل نظيرها بتمتين الجبهة الداخلية. ناضل من أجل الدفاع عن السيادة مرة أخرى وعن الحل الدستوري الذي يمنع القوى المتربصة بأمن هذا البلد أن تصدر قرارات خارج إطار السيادة ضد الدولة الجزائرية، وقد وفقه الله سبحانه وتعالى في أن نفذ ذلك مع إخوانه من قيادة المؤسسة العسكرية، ومع إخوانه من المترشحين الخمسة، ومع إخوانه من الأحزاب التي لبت النداء، مع إخوانه من الشعب الجزائري نساء ورجالا الذين كانوا يدركون الخطر أو خطر المرحلة الانتقالية. كانت حياة حافلة استخدمها الله سبحانه وتعالى استخداما كما جاء في الأثر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله بخير استخدمه، وأعوذ بالله إذا لم يرد بالإنسان خير سيد بن قرينة، فكانت خاتمته خاتمة حسنة. بن قرينة سيد الكريم حسنة. اسمحني فقط على المقاطعة، أنتم دخلتم غمار هذه الرئاسيات بعد مخاض عسير عرفته الجزائر. كانت المؤسسة الوطنية للجيش الوطني الشعبي كانت متابعة ومرافقة لكل هذه المستجدات. من خلال الخطابات التي كان يلقيها الفريق أحمد قايد صالح وأنتم كسياسيين، ماذا كانت تمثل لكم في مرحلة هامة من تاريخ الجزائر سيد الكريم؟ طبعا لم يكن تدخله في الشأن السياسي سطو، أو لم يكن تدخله في الشأن السياسي انقلابا، وإنما كان طلبا من الحراك الوطني، حراك الملايين، حراك
المطالب السياسية الغير مؤدلجة التي لم تتناقض بين بلدية وبلدية وبين حي وحي في حراك سلمي حضاري منقطع النظير. كانت مطالبة للجيش الوطني الشعبي أن يرافق هذا الحراك، ولولا هذه المرافقة الطيبة لبقت العصابة لحد الآن جاثمة على قلوب الجزائريين، ولا سال دماء الجزائريين، ولا تمدد عهد بوتفليقة إلى أن يشاء الله، ولا ما تحقق شيء من محاربة رؤوس الفساد السياسي والفساد المالي. فكان تدخل المؤسسة العسكرية بمرافقتها وبخطاباتها هي استجابة لنداء الشعب الجزائري في كل الساحات من أجل حماية الحراك، من أجل سلمية الحراك، من أجل مكافحة أفراد العصابة، من أجل مكافحة المال الفاسد والفساد السياسي والفساد المالي، من أجل أن تسود سيادة الشعب الوطني الشعب الجزائري. وقد سادت يوم 12 ديسمبر بانتخابات الرئاسية. شكرا لك السيد عبد القادر بن قرينا رئيس حركة البناء الوطني، شكرا جزيلا لك، لقاك في فرصة قادمة. إذن مشاهدينا الكرام، نعيد التذكير بأن جنازة الفقيد أحمد قيس صالح ستشيع بمقبرة العالية يوم الأربعاء. للتذكير كذلك، من بين الرسائل الواردة اليوم هي التعزية أو برقية التعزية التي بعث بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل قليل على إثر وفاة الفريق أحمد قيس صالح. ولا تزال برقيات التعازي تتوارد وتتوالى على الجزائر في فقدها الجلل لابنها البار الذي خدم الجزائر يافعا طريا غضا وواصل كهلا الى ان وفته المنيه صباح اليوم. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه وعظم الله الجزائر في هذا الفقد الجلل. مشاهدينا الكرام، نحن في البلاطو للحديث عن هذه الظروف التي تعيشها الجزائر والتي عاشها كذلك الفريق احمد قيس صالح وهو يرافق الحراك في سلميته، كما كان يتحدث الأستاذ والأساتذة ككل في البلاطو. دعوني فقط أعود إلى أستاذ حسن صغيدي، ربما سجلت بعض النقاط، سأعطيك فرصة سيدي الكريم لتتحدث في هذه التفاصيل ربما قبل أن أسألك سؤال آخر، تفضل. ولن بالنسبة لهذه القامة وهذا الشخص، الشخصية القيادية، فالمتتبع لمساره مع الحراك وتأمينه لهذا الحراك نجد أن الرجل لم يستلم الحكم المدني كما كان يفعل العسكريون. تعودنا في تاريخ الشعوب أن الجيش إذا نزل إلى الشارع أسقط الديمقراطية وأسقط الحكم وأخذ زمام الأمور، إلا أن هذا الرجل وجدناه يحافظ على الدستور بحرفيته ولم يسجل له التاريخ تجاوز لهذا الدستور، فبقي محافظا على الدستور ومحافظا على كيان الدولة في شقها المدني، سواء في مؤسسة الرئاسة أو في مسار التعبير للشعب الجزائري في هذا الحراك. ولاحظ العالم كله أن حراك مرتين في الأسبوع لمدة 43 أسبوع لم يسجل فيه تجاوز لا على الممتلكات ولا على الأرواح، بمعنى أن زمام الأمن كان متحكم فيه. ولذلك حينما نجري مقارنة بين ما يدور في الجزائر يوم الجمعة وما يدور يوم السبت في فرنسا وفي باريس بالذات، نلاحظ وكأن باريس تعيش حرب أهلية، بينما الجزائر وكأنها تعيش في احتفال، في احتفالات يعني متواصلة. إذن هذا الالتزام بنص الدستور صنع أو زاد في عظمة هذا الرجل، وزاد في أيضا
في محبته للمواطن وللشعب. ولذلك نجد أن كل المنجزات التي نجمت عن هذا الحراك حافظ عليها للوصول إلى نقطة النهاية. ونقطة النهاية هي تكوين هيئة مستقلة بمعنى الاستقلالية للإشراف على الانتخابات، وحملة انتخابية كان الكثير يراهن على أن فرسان هذه الحملة لن يستطيعوا أن يجمعوا الشعب، ولن يستطيعوا أن يخطبوا في وسط الشعب لظروف أمنية افتعلوها. لكن ما عشناه أن كانت القاعات مفتوحة والملاعب مفتوحة والقلوب مشروحة وجرت الانتخابات في تحدي رائع. لكن الفضل كل الفضل للمؤسسة الجيش الوطني الشعبي ولقائدها الذي تمكن أن يصل بهذه الأمانة إلى نهايتها، والتي اختتمت بتكريم، ذلك التكريم يعني كل الشعب الجزائري صفق لذلك التكريم ورآه أنه تكريم مستحق لشخصية هي في مستوى رئيس دولة، وعفت عن هذا المقام لتطعه لصاحبه التكريم كما قال الشاعر، فأقيموا لهم تماثيل العز في القلوب الثورية الأهوائي. رحم الله الشيخ محمد العيد آل خليفة. إذن أستاذ، ربما تضيف في هذا المقام يعني عندك بعض الإضافة، تفضل. شكرا. أعتقد قدر الله سبحانه وتعالى مثل ما قلت سابقا أنه هيأ له الظروف أن كان صاحب أو قائد تصحيح مسار. كانت الجزائر مستهدفة من الداخل ولازلت، ومستهدفة من الخارج ولازلت، ولكن تراكم المشاكل وتراكم الانحرافات على مر عشريات مضت، لا أقول فقط من 2001 إلى الآن، بل العكس من قبل 2001، هذه العشريات التي تراكمت في ذاكرة المواطن الجزائري وصلت إلى درجة الانفجار. فكان الرجل الذي حافظ على الصاعق حتى لا تنفجر القنبلة. والغريب أكثر من ذلك أنه صحح المسار، وأي مسار صحح؟ صحح مسار عقيدة الجيش، بحيث حيد الجيش عن وضع أنفه في السياسة بمختلف أسلاكه وأفراده، وأيضا أعطى أيضا سلوك حضاري في الممارسة، ممارسة المشهد السياسي، خلى كل الناس يعبرون بمختلف مشاربهم بمختلف تياراتهم، منهم المنتقد ومنهم المجيب، ولكن في مشهد في غاية الروعة. احنا لاحظنا على مستوى الفضاء الأزرق التهم التي كانت توجه له والشتائم التي كانت توجه له، مع هذا كان بعيدا ومتعففا عن هذه النقطة. أضيف إلى ذلك أنه صحح المسار الاقتصادي، وأنا أركز على هذه النقطة. الدولة كانت ذاهبة للإفلاس، والدولة كانت ذاهبة إلى نفق مظلم، ولكن الحمد لله. لا أتواصل فقط سيدي الكريم، لأنه فيه تغريدة من الكاتب عبد الباري عطوان، تغريدة يتحدث فيها عن فقيد الوطن الفريق أحمد قايد صالح. يقول الكاتب الصحفي العالمي عبد الباري عطوان أنه سيدخل القايد صالح التاريخ بأنه احترم سلمية الانتفاضة وأطاح بالفاسدين وقدمهم للعدالة، ولم يصدر أوامره أو أوامره بإطلاق النار على أبناء شعبه، وأنه وأدى الفتنة، مقدما درسا للآخرين رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. نعيد هذه التغريدة التي كتبها الكاتب العالمي عبد الباري عطوان، قال بأن سيدخل القايد صالح التاريخ بأنه احترم سلمية الانتفاضة وأطاح بالفاسدين وقدمهم للعدالة، ولم يصدر أوامره بإطلاق النار على أبناء شعبه، وأدى الفتنة مقدما درسا للآخرين رحمه الله وأسكنه فسيح
الجنانية. مشاهدينا الكرام، نعود للبلاطو السيد أحمد ميزار. كان سؤال في خالدي يدور قبل أن نتحدث عن التغريدة. أولا أستاذ، وأنت متابع للشأن، كيف تعلق على هذه التغريدة؟ دعني ربما أقول شيء. الجيش الوطني الشعبي اليوم وبقيادته الحكيمة قدم درس جديد، أولا حتى في المفاهيم العسكرية، أنه نحن متعودين نقولوا أنه الجيوش هي سيوف على رقاب الشعوب. اليوم الجيش الوطني الشعبي قدم مقولة أخرى، أن الجيش الوطني الشعبي هو سيف الشعب على رقاب أعداء الجزائر. لأنه فيما رأيناه في مخاض 9 أشهر، الجيش الوطني الشعبي كان صدى الحراك وكان صوت الشعب، وبالتالي كان سيفه على رقاب من كان يتآمر على الجزائر ومن كان يحاول أن يتدخل في الشأن الداخلي للجزائر. فبالتالي اليوم أصبحنا نقدم نموذج آخر، أولا في مفهوم المؤسسة العسكرية التي تساهم في إرساء الديمقراطية وفي كذلك الانتقال السلس للسلطة، مقارنة بتجارب كنا نتحدث فيها على أن الجيوش تقطع الطريق أمام الديمقراطية وتحول دون الانتقال السلس للديمقراطية. لأن حينما نأتي في تشريح المخاض الذي عرفته الجزائر في سياق، أولا من نقطة انطلاق الحراك إلى غاية الوصول إلى انتخاب رئيس الجمهورية، نحن نقول بأن هذا الطريق كان طريق محفوف بالمخاطر، لأن هذا الطريق كان مليء بالألغام، لأن كان هنالك مساعي في إطار قطع الطريق على إرادة الشعب، وكان فيه كذلك مساعي في إطار تحريف مسار إرادة الشعب، وكان فيه مساعي في إطار تكريس أو استنساخ تجارب حدثت في المنطقة العربية، في إطار أن نقطة الانطلاقة للتحول يبعثها الشعب، ولكن من يدير هذا المسار نحو المجهول هي أطراف أخرى تشتغل وراء الستار. لكن بفطنة وحنكة الرجال والجيش الوطني الشعبي حال دون ذلك، بل أمن مسار إرادة الشعب الجزائري، وبدليل أننا اليوم نقدم أجمل صورة لحضارية وسلمية الشعب الجزائري ووعي الشعب الجزائري، بل لقن الشعب الجزائري الدروس لغيره من الشعوب، بالإضافة كذلك إلى أن سلاح الجيش الوطني الشعبي هو سلاح يحمي الشعب وليس في مواجهة الشعب. فبالتالي هذه الحكمة التي أسقطت من راهن على نظرية الاصطدام، لأنه كان فيه رهان كبير جدا على نظرية الاصطدام بأن يصطدم الجيش الوطني الشعبي مع إرادة الشعب، فسقط هذا الرهان. كان هنالك كذلك من يراهن في إطار الضغط على الجيش الوطني الشعبي ومن خلال قيادته من أجل أن يتحول الجيش الوطني الشعبي إلى طرف، فبالتالي يجلس على طاولة التفاوض مثل ما يريد البعض التسويق لهذا المصطلح. لكن الجيش الوطني الشعبي أبى، لأنه ليس في هذه المعادلة. قال معادلتي الحقيقية أنني إلى جانب إرادة الشعب ومجسد لصوت الشعب. سنعود إليك وإلى بقية الأساتذة. إذن يشار لأنه الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي والمرشح الرئاسي السابق عبد العزيز الدين مغوبي معي في هذا الاتصال الهاتفي. مساء الخير سيدي الكريم. مساء النور، أهلا وسهلا. إذن تلقيتم كما تلقى أغلب الجزائري وكل الجزائريين هذه الفاجعة، فقدان القائد فريق أحمد قايد صالح، ما تعليقكم سيدي الكريم؟ تماما، لقد يعني هي خسارة كبيرة بلا شك لكل الجزائريين الشرفاء. فقدنا رجلا وطنيا صلبا ورجلا غنبريا يعني حتى النخاع. هذا الرجل الذي وهب شبابه لأجل الثورة الجزائرية لأجل الجزائر، يعني فهو من المجاهدين من الرعي الأول، وأنا أعرف جيدا ما أقول، وقد تحدثت معه كثيرا في مسائل الثورة، وخاصة في المنطقة التي كان
يعني يجاهد فيها. وعندما يتحدث عن الثورة يتحدث دائما بروح المجاهد الذي لم تغادره الثورة، المجاهد الذي آمن بها وفسكنته وما زالت إلى اليوم إلى غاية يعني رحيله. هذا الرجل أيضا أسهم في بناء دولة الاستقلال إلى جانب رفقائه من المجاهدين من المناضلين من المؤمنين بالجزائر الجديدة. هذا الرجل أيضا ظهرت يعني ربما نقول مواهبه كمجاهد مؤمن بالجزائر في هذه السنة. اكتشف فيه الجزائريون الرجل الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار، الرجل الذي التزم بأنه لن تسيل قطرة دم واحدة في سبيل المرور نحو بر الأمان، الرجل الذي التزم بأن يكون مرافقا للشعب في مطالبه وحقق الكثير منها إلى أن حقق المطلب الأساس وهو تكريس الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات الأخيرة، الرجل الذي كان دائما يعطي الجزائريين الضمانات الكبرى في الأمن والاستقرار، الرجل الذي عاش مع الجزائريين، عاش في بيوتهم، عاش في يعني بهذا الصدق الكبير وهذا الإخلاص، برغم من أنه كان يعني يلاقي ما يلاقي من تجريح ومن تحامل ومن كلام لا يليق بحق مجاهد أصيل. إذن فأعتقد أن الأمر فيه منحة ربانية عشناها، هو أن الرجل التزم بأن يحمي الوطن. سيد عز الدين مهوبي إلى اليوم. لو سمحت فقط عذرا عن المقاطعة السيد عز الدين مهوبي، نحن نعرف أن الرجل كان عسكريا حتى النخاع يتمسك بعقيدة أن الجيش لا دخل له في السياسة، ولكن أن هناك بعض المناسبات ربما لا تغيب على الأذهان أن يلتقي السياسي بالعسكري. ماذا يحتفظ أو تحتفظ ذاكرة عز الدين مهوبي الرجل الحزبي والسياسي والكاتب والمترشح الرئاسي ربما من خلال تعرفك على الفقيد؟ ما هي أهم النقاط التي شددتك في شخصيته أو في بعض التصريحات التي سمعتها من فمه مباشرة؟ تماما. من الأشياء أولا، أنا فترة الخدمة الوطنية الخدمة العسكرية أيضا قضيتها في المدرسة الوطنية لضباط الاحتياط بالبليدة، وكان إذاك هو مديره. تعلمنا منه الانضباط و كيفية العمل تحت العلم. الشيء الآخر، أنني في الفترة اللي قضيتها في الوزارة كنت طبعا ألتقيه لأننا كنا بنفس الحكومة وكنت أتواصل معه، كان يهتم كثيرا بالثقافة وبالإبداع ويعني يوقر كثيرا الناس الذين ينتمون وينتسبون لعالم الثقافة والإبداع و الفكرة. حتى في الفترة اللي كنت فيها في المكتبة الوطنية كان في كل مرة يرسل لي أنه يطلب كتب في مجال التاريخ، خاصة كان يهتم بتاريخ الجزائر القديم التاريخ الوسيط، كان دائما يطلب إذا في أشياء لأنه كان يهتم وكان يقرأ كثيرا. في فترة الإدارة لوزارة الثقافة كنا على تواصل، خاصة فيما يتصل بترميم المعالم التاريخية، كان حريص بشكل كبير على أهمية أن تحظى المعالم التاريخية القديمة باهتمام الدولة وبضرورة ترميمها والحفاظ عليها وصيانتها، ولعل أبرزها وهو الحمد لله الذي وفقنا بشكل كبير فيه وهو الشروع في ترميم الحصن المريني في عيون الطرق. هذا كان هو يجعل منه مسألة مهمة جدا في ضرورة التكفل بها، وهو ما تم والحمد لله. أيضا كان يهتم بمسألة كتابة التاريخ، وكان إنسان يقول يجب أن نكتب التاريخ بعيد عن المساحيق وأيضا وبعيد عن المسكوت عنه، بمعنى يجب أن يقرأ الجزائريون تاريخهم كما صنعه الآباء والأجداد.
إذن هذه مسألة كانت. شكرا لك عز الدين مهوبي الوزير السابق والمترشح الرئاسي السابق والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة. على ذكر التاريخ، قد ينسى التاريخ أو قد لا ينسى، قد ننسى لأن هذا من طبعنا، لكن التاريخ لا ينسى لأن هذا من طبعه. سيد جمال، كنا شفنا التغريدة نتاع عبد الباري عطوان، وهذه التغريدة يعني جاءت من قامة إعلامية كبيرة، وتعرف ما يأتي من الغرب عفوا من يعني خارج التراب الوطني أنه دائما السهام تتقاضى في الشخصيات الوطنية الجزائرية، هناك من يريد أن يصطاد في الماء العكر. شهادة من أكبر يعني كاتب صحفي عبد الباري عطوان، كيف تقرأ هذه أو هذا الاعتراف الدولي؟ حقيقة أنا كانت لي في خلال أيضا خلال الحراك تنقلات كثيرة للكثير من الدول العربية ودول أيضا أوروبية، من خلال أيضا الحضور لبلاطوهات إعلامية من فضائيات عربية فضائيات أيضا أوروبية، عادة تستحضر من خلال الضيوف بأنه أو الكثير أيضا للمتتبعين أيضا لمسيرة أو أيضا لما ما يفعله أو ما ينويه أو ما ينتويه هذا الشخص، كانت كل الناس تتتبع عورات الآخرين، وكان يسوق دائما بأنه تحضيرا إلى ممكن إلى انقلاب أبيض، تحضيرا أيضا إلى تطبيق المادة 107 من الدستور لحالة الطوارئ فيما سبق. كان هناك الكثير من السيناريوهات اللي كان كل يوم أو كل خرجة أو كل أسبوع كانت يعني توضع من أجل أيضا خلق كما أيضا تفضل وقال الصديق ميزة بأنه كان هناك سيناريوهات كثيرة جدا، مخطط ألف، مخطط باء، مخطط إذا لم يكن مخطط تصادم فهو مخطط أيضا التشكيك، مخطط نوعا ما. المهم أنه لن تصل الجزائر إلى بر الأمان، لكن كل مرة يعني كل أسبوع تتعزز تلك وتتلاشى تلك الخيوط أي حتى في أفكارهم، وكل مرة يبحثون على أعذار أخرى. أنا أقول بأنه على مدار تلك الأسابيع 43 إلى حين تم تسليم الجزائر إلى رئيسها المنتخب الشرعي 8، أقول بأنه من خلال ما صرح به أيضا عبد الباري عطوان والكثيرون أيضا في وقت من الأوقات أيضا اعترفوا أيضا يعني وقفوا ليس فقط مدحا على مآثر الرجل لكن إحقاقا للحق، بأنه حقيقة شهدنا جيشا عربيا ليست له أطماعا في السلطة وليست له نوايا سياسية وليست له نوايا من قريب ولا من بعيد إلا تأمين ذلك الوطن حدوده. وأنا أعيد وأقول دائما في حضرة من يفهم في هذا الأمر جيدا بأن الجزائر وكأننا على فوهة بركان، لأنه كما تعلم بأنه كل حدودنا غليان كبير جدا سواء شرقية مع ليبيا سواء مع الساحل نيجر مالي أيضا، وأنت تعرف أيضا حتى حدودنا الغربية الآن كيف يستطيع أن يزاوج بين ثلاثية فقط، ليس مزاوجة فقط، هو تأمين الداخل، تأمين الخارج، تأمين أيضا الحدود، أيضا مرافقة الحراك أيضا بسلميته لكي لا تراق أيضا قطرة دم واحدة، أيضا المراقبة أيضا التي يمارسها أو المرافقة أيضا لكل أدوات أو لكل مؤسسات السلطة، حتى وإن قوبلت نوعا ما باصطدام أو بألفاظ نابية في الكثير من الجمعات، لكن لم يقابلها تعنف ولم يقابلها أيضا نقية محافظة على رقبة بطبيعة الحال، لأنه بطبيعة الحال وهذا أمر أيضا لكل أجهزة الأمنية وليست فقط الجيش، يعني حتى الأجهزة الأمنية التي كانت أيضا ودائما يقول بأنه التعليمات أعطيت وكان نوعا ما كانت حتى الأجهزة الأمنية وترديد أيضا مقولة جيش الشعب خاوة خاوة أيضا حتى في بداية الحركة، حتى بعد ذلك أرادوا الانقلاب عليها لكن رجعت أيضا في آخر مطاف، وبقى الجيش مؤسسة متماسكة. ويرجع هذا الأمر أيضا لأنه حتى إذا كان تحليلا بسيكولوجيا، لأنه صفة القيادة أو صفة الشخصية الكاريزماتية التي تستطيع المحافظة على اللحمة لمؤسسة معينة أو في مؤسسة معينة كان يعني مش بطبيعة القيادة الشخصية الكاريزماتية الحكمة والحنكة أيضا هي أيضا، لأنه قلنا في بداية الأمر لأنه الإنسان المخضرم الذي ساهم وكانت لديه مساهمات في الثورة التحريرية من خلال الجيش الوطني أيضا من الاستقلال وواكب الجزائر في مقاضيها. سيد الكريم أستعير هذه الفكرة أروح
تقدم إلى الأستاذ زغيدي، واحد الكلمة يعني تتداول إعلاميا وتاريخيا، يقول لك السليل، لأنه كلمة يعني هامة جدا. كيف حافظ الفريق أحمد قايد صالح على هذه العبارة، عبارة السليل، وترجمها ميدانيا؟ كيف انتقل الجيش الوطني الشعبي من جيش التحرير إلى جيش الوطني الشعبي؟ ولن أن الجيش الوطني الشعبي الاستقلال، وفي الأيام الأولى للاستقلال كان لابد على الجيش أن ينتقل من مرحلة التحرير إلى مرحلة جيش نظامي لدولة مستقلة. ولذلك كان في أكتوبر 1962 اجتماع في بوسعادة فندق القائد، وكانت الأخبار، وكان قائد الأركان سيد هواري بومدين مع قيادة الأركان كلها مجتمعة، ويسمعون في الراديو جيش الولاية الفلانية، جيش الولاية الفلانية، جيش الولاية الفلانية. فوقع نقاش على ضرورة يعني الانتقال إلى جيش لجمهورية وليس لجيش يعني الولايات. فاقترح أحد الحضور على أن تسمي، ما رأيكم في تسمية جيش وطني شعبي؟ فقال بومدين أكتبها وأرسلها إلى كل قادة الجيوش ابتداء في عبر التلكس، ابتداء من هذه اللحظة تسمى كل أفراد جيش التحرير بجيش الوطني الشعبي. ثانيا، وأضيفت كلمة سليل جيش التحرير لماذا؟ لأن الجيش الوحيد الذي بقي متواصل في رسالته، فهناك ضباط في الجيش وهناك جنود وضباط صف ممن كانوا مجندين في صفوف جيش التحرير، وهم الذين بنوا الجيش الوطني الشعبي، وكذلك بكل فروعه الدرك، ويعني كل هذه الأمور من منها يعني الشرطة، كل هذه الجوانب الأمنية بناها يعني المجاهدون. الفريق أحمد قايد صالح عليه رحمة الله أراد أن يجعل من كلمة سليل هي جزء أساسي من التسمية، جزء أساسي من التسمية. لماذا؟ أولا، أن الفريق كان يهتم بالتاريخ جدا، مثل ما قال سمو بيتكلم عزدي، كان يهتم بالتاريخ جدا، وكان يقرأ كل ما يصدر من كتب هامة فيما يتعلق بالتاريخ الوطني. كذلك أيضا أن سيادة الفريق فرض مادة التاريخ أن تدرس في جميع المدارس العسكرية بمختلف اختصاصاتها، أن تدرس كمادة أساسية. ثم أيضا اسمحني فقط بعد، لأنه كل جديد نتابعه. مشاهدينا الكرام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. من الصدقات الجارية التي كانت من الفريق أحمد قايد صالح هذه المدرسة القرآنية والمسجد الخاص الذي بناهما الفريق أحمد قايد صالح بماله الخاص بمسقط رأسه. إذن الصور التي تشاهدونها مباشرة مشاهدينا الكرام، وهما مدرستين، مدرسة القرآنية سميت على اسم والده كما تظهر في الصورة، وكذلك هذا المسجد الصرح التعبدي الذي كان من ماله الخاص رحمه الله. هذه من الصدقات الجارية. ربما يريد أحمد ميزاب أن يعلق على هذه الصور، تفضل سيد الكريم. في الحقيقة يعني ربما حينما نتحدث على شخصية الفريق أحمد قايد صالح، نحن نتكلم على الشخصية أولا التي تؤمن بانتمائها وعمرها ما انقطعت على عمقها، سواء كان التاريخي المتعلق بالجهاد في أجل تحرير الجزائر، فبالتالي علاقته مع الأسرة الثورية ورفقاءه من حملوا معه السلاح لم تنقطع،
من ناحية أخرى كذلك إنشاء المدارس القرآنية وكذلك المساجد سواء كان في عنابة أو حتى كذلك في ولاية باتنا، هذا لها كثير من الدلالات وكثير كذلك من الرسائل، بمعنى أنه لم يعيش في عالم غير العالم الذي منه خرج ومنه تكون ومنه كذلك تشبع بهذه الروح. بدليل أنه حتى لما يتكلم، ربما نربطه حتى بالسؤال الذي طرحته البروفيسور زغيلي حول مسألة السليل، لأنه النواة الأولى لجيش التحرير الوطني والتي كانت بالأساس محرك الذي يشكل قوة الجيش الوطني الشعبي هي العلاقة في حد ذاتها بين الشعب والمؤسسة العسكرية التي ولدت في نوفمبر 54، أو كانت رصاصة الانطلاق لهذه العروة الوثقة من ذلك المقام. فبالتالي دائما يجب الارتباط بالسليل، بأنه الجيش التحرير الوطني ما كان ليكون في قوته، ما كان ليؤدي رسالته، ما كان لأن يبلغ إلى تحقيق هذه الأهداف لو لم ينطلق أولا من الإرادة التي كان يؤمن بها أي جزائري بأن يتحرر من سيطرة الاستدمار، بأن ثورة التحرير المباركة انطلقت في إطار إرمي الثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب. فبالتالي جيش التحرير الوطني احتضنه الشعب فولدت هذه الحلقة. فدائما يجب التذكير بهذا المنطلق الأساسي للجيش الوطني الشعبي. لهذا نحن في كثير من المحطات اللي تمر بها الجزائر وفي كثير حتى من العثرات اللي تعرفها الجزائر، إلا دائما نعود إلى القاعدة الأصلية، أن التماسك الوطني والوحدة الوطنية ورص الصفوف والالتفاف حول مؤسسة الجيش الوطني الشعبي هو يعد بمثابة طوق النجاة الذي يؤمن لك المسار الآمن للمرور بدون ما أن يكون هنالك انحرافات. فبالتالي العمل الخيري بالنسبة للقائد العسكري كان بمثابة الوجه الآخر لهذه الشخصية التي الحديث عليها في الحقيقة وفي تفاصيل حياتها فيه الكثير من المحطات وفيه كثير المواقف المشرفة والمواقف التي يتشرف أن يسمع إليها أي شخص. شكرا، وصلت الفكرة سيد تومي. اعذرني فقط لأنه أنت عملت معي، ما كملت، اسمحني سأعود، يعني عملت معي في بلاطوات كثيرة وكنت عادل في كثير من الأحيان في توزيع يعني الكلام، واليوم ربما لظروف خاصة يعني متغير جدا في طريقة إدارة هذا الحوار، سأدري كيف أواصل، ربما تعطينا بعض التعليقات. تفضل سيد الكريم. نعم، أقول وبالله التوفيق، المرحوم يعني حتى نتكلم يعني 24 لا يمكنه أن نفي بحقه. لماذا؟ لأنه مثل ما قلت صنعه القدر أن يكون رجل يقف في آخر حياته، يعني شوف سبحان الله حتى الأقدار تلعب دور كبير، يعني في آخر فترة حياته تجده على رئاسة مسار مثل ما قلت سابقا، هذا المسار هذا كاد أن يعصف بالدولة الجزائرية بكل مكوناتها. ولكن هذا الرجل ما يميزه في هذه الفترة بالذات الحساسة هو دعوته إلى لغة الحوار. وحينما نقارن بين التسعينيات من القرن الماضي وبين الآن، تلاحظ لغة الناس اللي كانوا مسؤولين في مستواه آنذاك ولغته الحالية. فلغة التسعينات كانت لغة الرصاص، لغة الدبابة، لغة الدماء، لغة الدموع، انتفاء الحوار. فدخلت البلاد في نعرفه جميعا في متاهات، ما زالت آثارها إلى حد الآن. ولكن هذا الرجل حينما وصلت إليه المسؤولية ووجد نفسه وجها لوجه مع الأزمة، فضل لغة الحوار، فضل لغة السلام، فضل لغة الشعب، أن يكون مخندقا مع الشعب، واستطاع أن يجتاز هذه المرحلة بسلام. يعني حينما يعني نشوف الموقف نتاعه يمكن أن نشبهه إذا جاز لنا التعبير بقوله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا يوسف عليه السلام لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكانت صفة الحفظ مجسدة فيها، وكانت صفة العلم مجسدة فيها. فنقل هذا السلوك الحضاري للمجتمع الجزائري، وهذا هو اللي خلاه يشهد له الآن ويشهد له من بعد. وأنا عيمة أقول والتاريخ ينصفه أكثر مما هذا، لأنه فيه معطيات أخرى يمكن أن تكشف في حينها. وصلت الفكرة السيد، حتى أعطيك المجال ربما للإضافة، ولكن السؤال مطروح، يعني البعد الديني والأخلاقي موجود في قادة الثورة وفي بعض القادة الأخرين اللي وصلوا في مسيرة الجزائر، وشفنا هذه الصور، وهذه الصور كانت موجودة بحوزتنا، يعني في حياة الرجل كانت موجودة بحوزتنا، لم يتم بثها إلى هذه اللحظة لأنه مآت الرجال لابد أن تذكر. اليوم هذه الصور اللي تحدث عن كما قال سي ميزاب أنه مسجدين ومدرسة قرآنية بماله الخاص، يعني كيف تقرأ هذا البعد عند الرجل؟ ولن أقرأ هذا البعد، وبعدين نكمل وين تفضل نكمل على السليل، لأني سأعطي كلمات يعني. فهذا البعد هو نابع من النشأة، لأن الرجل في صغره درس القرآن، تعلم على القرآن، من عائلة متدينة، من عائلة محافظة، ثم انضم في صفوف جيش تحرير الوطني. جيش تحرير الوطني كان أحكامه مبنية على الشريعة الإسلامية، كان أيضا جيش تحرير الوطني منذ لوس كانت الأخلاق هي قيمة أساسية وقيمة مفضلة في اختيار الفرد. ولذلك لما جاءت أيضا الثورة التحريرية نجد أن معظم قادة الثورة، يعني معظمهم قارئ للقرآن الكريم بل حافظ للقرآن الكريم، ومنهم الكثير من تخرج من جمعية العلماء وحتى من مدارس حزب الشعب التي كانت تعتمد أيضا على الجانب الديني وعلى الجانب القيم. أرجع للسليل سيدي. ولذلك حين هذه انعكست عليه وعلى كل أقرانه بهذا الاتجاه. بالنسبة للسليل، الفريق أحمد قايد صالح لما استلم القيادة العامة للجيش كقائد للأركان ونائب وزير الدفاع الوطني، ركز تقاليد في وسط الجيش الوطني الشعبي. أولا لا توجد ثكنة إلا وهي مسمات عن قائد من قادة الثورة، سواء من تلك الولاية التي بها الثكنة أو على المستوى الوطني. ثانيا لما تدخل إلى المدارس العسكرية أو إلى الثكنات تجد كل الأجنحة بأسماء شهداء ومجاهدين متوفين. لماذا هذه التسميات؟ ولماذا هذا منح هذه اللافتات بهؤلاء الشهداء؟ حتى يبقى مربوط في الذاكرة أن الجندي هؤلاء هم من حرروا. ولذلك نجد أيضا أن المحاضرات الثقافية أخذت تاريخ الجزء الأكبر منها في جميع النواحي، في جميع المدارس العسكرية العليا وفي كل يعني المدارس والثكنات. يتنقل أستاذ التاريخ من الجامعات عبر الوطن ليلقي محاضرة حول موضوع تاريخي معين، وأيضا في نفس الوقت يجرى نقاش كبير في هذا الإطار، وترفع تقارير من تلك المدارس والنواحي وغيرها إليه شخصيا ليتابع هو شخصيا نوعية المحاضرة، نوعية من ماذا قال المحاضر. إذن هنا السليل أراد أن يربطه واقعيا بما يتلقن الجندي حتى يعي مفهوم السليل. كذلك أنشأ جيش الوطن الشعبي مجلة تسمى مجلة السليل، كذلك أيضا أنشأ قناة تلفزيونية
وقناة إذاعية تسمى بالسليل، بمعنى أن الفريق أراد أن يعطي مفهوم السليل مفهوم يعيشه الجندي والقائد إعلاميا، يعيشه في الثكنة، يعيشه في المحاضرات، يعيشه في اللقب جيش الوطن الشعبي السليل جيش التحرير الوطني. سي جمال شرفي، لأنه الحديث يقول بأنه الأربعاء ستكون جنازة المرحوم الفريق أحمد قايد صالح يورث بمقبرة العالية، هل تتوقع أن تكون هناك جنازة رسمية تليق بالرجل؟ بطبيعة الحال الرجل أظن بأنه صانع هذه الحدث، صانع الحدث، وهو من ضمن الأسباب، يعني بعد ربي سبحانه وتعالى أنه وصلنا إلى هذه الحالة من الاستقرار اللي رن عليها اليوم أمام وتم تسليم الراعة هذه العملية السياسية إلى حين تسليم الجزائر إلى رئيسها المنتخب. أنا أقول بأنه عرفانا لما قدمه هذا الشخص بطبيعة الحال هو أن يدفن لوصيته، لكن الآن هو أيضا إرث لمؤسسة، هو أيضا يعتبر كيف وصيته يعني ممكن في بعض الأحيان تجد الكثير من يوصيون عادة الارتباط بالمنطقة بالأرض، عين يقوت أيضا، نباتنا أيضا الولاية التاريخية الأولى، في بعض الأحيان أيضا هو أيضا مقسم بين باتنا وبين عنابة، لكن دائما الارتباط المجاهدين عندهم الارتباط الوجداني عادة بالأرض. لكن أيضا الظرف الحالي باعتباره أيضا ليست أي شخصية وليس أي قائد وليس أي لواء وليس أي فريق، هو أيضا من كان لديه أيضا فضل كبير جدا أنه وصلنا إلى هذا الاستقرار وهذا الأمان، بأن أيضا يدفن أيضا في مربع الشهداء أمام أبطال صنعوا أيضا ملحمة هذه الجزائر المستقلة منذ سنة 62. أظنه أيضا الجزائريين أيضا هم شركاء بتاريخ أيضا ويدينون، أو هو مدين للجزائر أو هم مدينون إليه، وهي عملية تفاعلية مزدوجة، يعني لنا فيه حق ولديه لنا أيضا حق بأن يدفن في مقبرة العالية لكي يستطيع زيارته أيضا الكثير أيضا من الجزائريين بعد دفنه. أظن أيضا هي تكريما إلى نفسه وروحه الطاهرة، ويعني إعلائه تلك المكانة أو المنصب. حتى تتوقع الجنازة يعني في نظرك؟ الجنازة ستكون الجنازة أولا بالرتبة ستكون عسكرية بامتياز، ستكون أيضا جنازة أيضا سيشارك فيها نظرائه أيضا من الكثير من الدول اللي تربطنا أيضا معهم اتفاقيات، سواء كانت عربية سواء كانت أوروبية، سيكون أيضا جنازة دبلوماسية، يعني الآن لأنه تناول الحدث من ناحية الإعلام العالمي الآن والإعلام العربي والإعلام حتى على مستوى إفريقيا أيضا يشير بأنه ستكون هناك ترتيبات خاصة لجنازة استثنائية، ليست بمرتبة أقول جنازة الفقيد كما قال لما لا، لكن جنازة رؤساء دول، جنازة مثل جنازة بوضيف، مثل جنازة هو المدي، ولو كل سياق لديه أحداثه تاريخي وشخصي تاريخي بطبيعة الحال، لكن اتفق الجميع يعني القاسي والداني بأنه ستكون كذلك جنازة شعبية يعني تبع بطبيعة الحال، لأنه أيضا التعاطف الشعبي الكبير جدا من الجزائر الداخلية، سيكون هناك تنقلا وسأنتظر بأنه سيكون تنقلا بطبيعة الحال إن شاء الله. سيمي زاب ما خدناش منه كثير يعني لأنه مهم، لأنه كان من بين الذين يحاضرون مع مؤسس الجيش الوطني الشعبي في كل مناسبة، يعني تكون أنت مدعو سيد الكريم وأنت الشاب الذي تتمتع يعني الطاقة الوطنية، كنت متعامل يعني مباشرة مع مؤسس الجيش الوطني الشعبي وكنت حتى في أمام الفريق أحمد قايد صالح، كيف كان ينظر لكم أنتم كخبراء أمنيين كشباب تعطوا لهذا الوطن الكثير؟ دعني أقول بأنه من الأشخاص الذين يحترمون النخبة ويستمع كذلك لآراء الباحثين والنخب ومتابع جيد، وأقول متابع جيد، ويقوم حتى كذلك بالفلترة وتلمس فيها الوطنية إلى حد النخاع،
بل أكثر من ذلك هو المشجع لكل شخص يؤمن بالجزائر. القاسم المشترك بالنسبة إليه مع كل جزائري مواطن بسيط إلى أرفع شخصية هو الجزائر في حد ذاتها. فكل ما يجد أنه في شخص يؤمن بالجزائر ويعمل لأجل الجزائر إلا وتجد بأنه متابع ومهتم بذلك. فبالتالي أقول بأن الشخصية ربما نادرة. أعطينا شهادة خاصة إن صح التعبير. معك يعني معه يعني دعني أقول ربما أنا كان لي الشرف أني التقيت به في نوفمبر 2019 وكان لي كذا ووقف إلى جانبي يعني ربما وأعطاني كلمات دعني أقول مشجعة ومحفزة وكذلك إن قلت إنها تنم أولا على أنه القاسم المشترك دائما بالنسبة إليه الجزائر وأنه متابع جيد ومستمع كذلك جيد. فأكتفي يعني ربما بهذا الكلام لأنه ليس من السهل أن تفي الرجل حقه وأن تفيه كذلك بالكلمات اللازمة. وصلت فكرة سي أحمد ميزاب. زغيدي ممكن كلمة أخيرة. والله هذا الرجل حقيقة لما كنت أتنقل بين النواحي العسكرية والمدارس العليا العسكرية منذ سنة 84 إلى عهده حقيقة كانت تعطى لنا مكانة خاصة، وهذا كل القادة يقولون بتعليمات سيادة الفريق. فهذه العناية الخاصة التي كانت تجعلنا نشعر بفخر واعتزاز بحيث أقولها للتاريخ، لم نجد مكانة يحظى فيها المثقف ويحظى فيها العالم الجزائري والباحث الجزائري بصفة أخص مثل المكانة التي حظينا بها ونحظى بها على الدوام في المؤسسات الجيش الوطني الشعبي. رحم الله هذا القائد وعزائي إلى كل الأمة الجزائرية. شكرا أستاذ زغيدي. سيتومي تفضل. نعم يعني ما أشبه الأمس باليوم. متحدث بكل تواضع، حصل لي الشرف خدمت مع أبو مدين الله يرحمه، خدمت أيضا مع الشادلي الله يرحمه. الملفت للانتباه أن هذا الرجل توفاه الله في الحي العسكري في بيته عين ناجة مكان متواضع، مع العلم أنه بإمكانه أن يفعل ما يريد كما فعل كثير من أمثاله في السنوات الماضية. ولكن شو سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى أراد له الخير في الدنيا وفي الآخرة فتوفاه الله في مكان بسيط عادي تماما مثل ما كان أبو مدن الله يرحمه. كيف نفس يعني الشخصية، نفس المدرسة، نفس الروح الوطنية، نفس السلوك. هذا ما نريده لنا ولإبنائنا وللجيل القادم من هذا الوطن الحبيب. وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. إذن أشكرك سي جمال شرفي، أشكرك أستاذ أحمد ميزاب، حسن زغيدي، دومي عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي فترتي في هذا الحدث الجدل الذي رافقتكم فيه على مدار ساعتين بخصوص الحدث والفاجعة التي ألمت بالمؤسسة العسكرية والشعب الجزائري في فقدان رجل بار وطني مخلص الفريق أحمد قايد صالح رحمه الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد قليل مشاهدينا الكرام يلقاكم زميلي يوسف زغبة وبقية بلاطو جديد. إلى اللقاء.